السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ شاطكم بخير. اليوم راح نلعب السنايبر، ولكن مو سنايبر دي ال ولا اللوكس، راح نلعب بثلاث اسلحة سنايبر: HDR، ZRG واوتلو. هاي ثلاث اسلحة سنايبرات كلياتهم مسحوب عليهم، مدعوس عليهم، ما حدش داري عنهم. فاليوم احنا حابين نعطيهم حقهم، بما اني وصلت اسطوري وما لعبتش بالسنايبر لحد الان، فنجرب هاي الاسلحة، هل هي شغالة بالتقييم الاسطوري او لا؟ مش مهم قبل ما ابدا الفيديو. راح احط لك توقيت هون لو حاب تدخل على الفيديو مباشرة. من كم يوم تقريبا نزلت عن متجر معين، مش راح احكي لكم اسمه، اللي شافوا الاعلان عنه اعلنت له، فبنصحكم انكم ما تشتروا من هذا المتجر. وصلني كلام بعد ما نشرت الاعلان، كثير شكاوى من المتابعين ويوتيوبر زي سينكو وبعض المتابعين حذروني من هذا المتجر وحكوا لي انه هذا المتجر بيشحن بطريقة غير رسمية، بتأدي انه السي بي اللي بتشحنه في حسابك بنخصم منك، فبالتالي بكون الحق علي. انا غلطان، ما تاكدت من المتجر ولا سالت عنه بشكل كافي، ولقيت انه في عندهم موقع وكل شيء تمام، فحسيت انه الموضوع رسمي وبرضه بعثوا لي فيديو ليوتيوبر ثاني نشر لهم اعلان، فنوعا ما هذا الشيء طمني. والمشكله انه صار بيني وبينهم سوء تفاهم او اختلاف على المصاري، اتاخروا علي يمكن يومين او ثلاث لحد ما قدرت امسح الفيديو، لحد ما حصلت منهم المصاري، وهيك انا ايش اخذت حقي ومسحت لهم الفيديو وطالع عشان احذركم منهم. عارف اني طولت عليكم، ولكن كان واجب علي اني انبهكم. خلونا نبدا. مطمن له الصراحه، خليني ابدا في الزد ار جي، حاسه مريح اكثر. نجهزه، السلاح جاهز، التركيبات هي امامكم. خلونا ندخل الجيم. وهي بقى كالعاده انت كلاعب سنايبر محترف انت بتيجي مباشره على الفيديو. ليه 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 ليه؟ كان المفروض انه يشيل اثنين. يا ويلي، في قوه، في قوه بتصير. لا 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 لا، بلسع بلسع بلسع. الهد، الحظ. اسكت اسكت، الحشره يا رجاله. يا الله يا جماعه، السلاح مفترس. لا 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 حرام، شوف متى اجى. يا الله شو منك حيوان. الله علي. اسكت، خذ ميوت. حرامات حرامات. ليش الاول جبت نادي كل؟ كيف؟ كيف ممكن تصير؟ شو اللي عامله هذا؟ ممكن اشوف وشك يا ولد. لا والله كذب، حرام هيك. هاي ولدنا، هاي ولدنا، بقول لك ولدنا. هاي ليه السلاح بيعطيني هتمار؟ الله على الهيد فلينش. الله يا اخي، هاي في كلمة ببالي بس مش قادر احكيها. هاي احا، السلاح غريب، ليش بيجيب هيتمارك احيانا واحيانا بيجيب ايشو؟ ها؟ تضرب في رجله، تضرب في راس، اي شيء مش عارف. السلاح اهبل. نوب غبي. واو، ألطش الايباد هسه، قتلني مرة. مبدع، أحسن تصنع، شايلك 9 مرات شايلني مرة، برافو. أوكي، مجهزين هسه تركيبات للأوتلو. زمان ما جربت السلاح ومش بتطمن له بيني وبينكم يعني، فخلونا ندخل جيم. وهي بنا 90. الله، يا خوب الحجم. نوف متابعك حبيبي، قلبي يا عيوني، اطلع اطلع اطلع. خد فزعة. مين هو؟ انت معنا؟ اوكي كمل. سلاح سيء، سلاح سيء جدعان. انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفم. نوفا يا عمري، هلا. شو بتعمل؟ السلام عليكم. تكفى طلعين في يوتيوب. تبشر، شو اسمك انت؟ فيصل. فيصل.
شوف خلينا بلك صحيت. اقبل الاضافة عادي اضيفك. لا لا احنا نخسر. انا اني اغرق 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 اغرق. ماشي عليك والله. في فارس مين انت يا اخي؟ انت مستفز صاحبي هذا مسكين. وين يا متابع عزيز؟ انت جبت لي تكلم. يا عم انا بضرب طلقه واحده بتعرض بالبابا والله. انت بتفسي هش ونش. طب اصبر يا خان فاهم. انا بستناك تتحمصوا في البين. احلم دوما ان اكون الافضل بين الجميع لذا اجمع البوكيمون. يا بني ايه ده؟ لاعب سيرش بي او في. انت لاعب سيرش تمشي على بطيء كانك دوده. انت لاعب سيرش بطيء. احيانا بقعد افكر بحكي انه ليش انا يوتيوبر كود موبايل؟ يعني المفروض انا مثلا يوتيوبر عن لعبه السلم والحيه، لعبه الدوده، اي شيء بسيط ابسط من هيك. انا نوب يا جماعه على كود موبايل. شو اعمل هون؟ خلينا نخلص بسلاح ال HDR الاقناع. هل هيقنعني انه هذا السلاح بيستاهل التجربه؟ اي دونت نو. شوفوا والله انا لو بعرف لعب سنايبر، لو لعيب سنايبر فعلا كان بتلاقيني مبدع، بس انا نوب سنايبر عشان هيك. عزيزي المتابع حاليا احنا بالدي ار اتش HDR مش عارف اسمه، بخرب بينهم ال HDR. لا هو هذا HDR تمام، وهذاك دي ار اتش للرشاش. حبيبي والله بطيء، والله بطيء. سامي 608 شالني. والله انا عندي احساس انه سامي عمره 13 سنه. يب سامي هسه بعيط. ماما ضربني ضربني سامي. يا اخي يا اخي والله اقسم بالله جيني احساس عمره 13 سنه. اي ابوه في البين. مين انت؟ ايش في؟ ابو ماما البابي. يلا حبيبي بابا. بابا فين؟ بابا هنا. قول مين؟ يلا بابا نادي سامي. سامي سامي ضب العابك لو سمحت. سامي سامي انت ما ابوك ما ربك من الاخر. خلصونا من شره، خلصونا من شره. يا ابني يا ابني يا ابني يس يو نيم ات سوني بيج اس. سامي هنا دوسنا على زمان. ميوت سامي على الشباك مستناني. يلا ثمثوم ثمثوم يا كلب ثمثوم. واضح اني مثقل بالنسكافيه. سامي ضب العابك. الله ما اقول الكلب يتفلش. هو السلاح حاسته المفضل للاعبي الباتل رويال. سلاح الباتل رويال المفضل للاعبي كود موبايل. اسكت خالص ميوت للابد. يلا قول عني عاطل. وين ايزي خسرني تعبت نفسيتي. جربنا ثلاث اسلحه ما بنصحكم تجربوهم. انا ليش جربتهم؟ عشان ما تجربهم انت. اختصرت عليك، ارجع للدي ال كيو، استهدي بالله. انا دائما بشارككم تركيبات الدي ال كيو، ولكن في ناس بالنهايه بيرجعوا بيحكوا لك ما وين تركيبات الدي ال كيو؟ هاي هي تركيبات الدي ال كيو. سيبك من هذولك كلياتهم، عليك بالدي ال كيو 33 وشكرا. وبس كده، مش عارف اذا في شيء في بالي ولا لا، بس في القناه اعملوا لايك واشتركوا في القناه خلينا نوصل 82,000. وبس كده، شكرا على المشاهده. مع السلامه.